اهلا بكم اعزائي طلبه طالبات التعليم الفني في حلقه جديده من برنامج في بيتنا مدرسه. حلقتنا النهارده تكون مخصصه لطلبه التعليم الصناعي تخصص النسيج. طبعا مواد النسيج اللي احنا بندرسها طبعا على مدار العام، يمكن الحلقه بتاعتنا النهارده تنفع للصف الثاني وتنفع كمان للصف الثالث، لان هي افتتاح لماده موجوده في الصفين والمبادئ الخاصه بتاعتها موجوده برضو في الصفين. هي ماده مكمله، هي ماده بتجمع كل اللي انت درسته فيها، عشان كده من ضمن المواد المحببه لينا كلنا. شيقه، فيها ادوات وفيها خامات وفيها الرسم الفني، فيها كذا حاجه يعني، حتى لغايه التجهيز ممكن تلاقيه في الماده دي. فهي تعتبر من المواد المهمه اللي احنا بناخدها في الصف الثاني والصف الثالث في دبلوم النسيج. الماده دي من اسمها فحص وتحليل. كلمه فحص ده معناها ان انا هفحص، يعني معناها ان عندي حاجه هيتم فحصها، هيطلع بيانات منها عن بناء على الفحص. كلمه تحليل اشمل شويه، بيحلل بقى البيانات الموجوده عنده عشان يبدا يحولها، فهي فحص وتحليل. من مسماها كده هي مش ماده وبس، ده هي قسم جوه المصنع. قسم الفحص هو قسم كامل جوه المصنع. القسم ده بيبقى مبني على ان هو بيبدا ياخد الانتاج اللي تم انتاجه من المصنع، ده جزء من اختصاصاته. بياخد الانتاج ويبدا يعمل له عمليه فحص، يطمن على العيوب، يطمن على المشاكل، يبدا يطلع اذا كان في عيوب جسيمه، اذا كان في عيوب بسيطه. الجسيمه بيبدا يعمل عليها علامات، عشان دي بيبقى في حسابات ما بين المصنع وبين العمال اللي تسببوا في المشاكل دي، او ممكن تكون مشاكل بسبب الماكينه. يعني في بعض المشاكل بتكون اهمال، وبعض المشاكل بتكون عيوب في المكنه نفسها، فيا اما يصلح العيب اللي في المكنه عشان يطلع له منتج سليم، يا اما يبدا يتعامل مع العامل اللي اهمل في عمليات الانتاج. ده بالنسبه للجزء اللي هو بيبقى شغال على فيما بعد الانتاج. في جزء تاني قبل الانتاج وبتقوم بيه برضه الماده بتاعتنا، وبيقوم بيه نفس القسم، وهو تحليل العينات. بيبدا يجيب عينات قماش، العينات دي بتبقى بيكون منسوجه قبل كده. والهدف من الحتة دي في المصنع له هدف مهم جدا، وهو إعادة إنتاج قماشة بنفس مواصفات قماشة تانية. طب أنا هجيب قماشة تانية منين؟ وليه هعمل قماشة تانية؟ أو ليه هنجيب عينة عشان أعمل على أساسها قماشة جديدة؟ في بعض الأحيان بيبقى في الناس اللي هم المستهلكين أو الناس اللي بتشتري الأقمشة بتاعتنا، بيبقى في فترة كده بيقول إيه؟ السنة دي الموضة القماشة دي، هي القماشة دي اللي ماشية واكلة السوق. فبما ان هي واكلة السوق، بيبقى لازم المصنع بتاعي كمان يشتغل عشان يقدر ينافس في السوق. دي مشكلة كمان في الانتاج جوه المصانع. لا بيلقى منتج رايج الناس مقبلة عليه، بيبدأ ياخد منه عينة ويعيد صناعته عنده، عشان ينزل برضه هو كمصنع بنفس القماشة في السوق على العملاء بتوعه، يقدر ان هو يوزع. طبعا المصنع نسيج تم عمل او انتاج الاقمشه بناء على طلبات جيالي من التجار الموجودين في السوق، احنا عايزين قماشه بالمواصفات دي، فبيجيب لي عينه وانا اقوم بتنفيذها، بالتالي هقدر ان انا اسوقها. بمعنى تاني، ما ينفعش اكون انا شغال في المصنع بتاعي ومصر اني انتج منتج مش شغال في السوق، في حين ان في منتج تاني شغال في السوق انا ممكن اقلده. هو مش هيكون تقليد بمعنى التقليد، ما انا هشتغل بمواصفاتي، بالخيوط بتاعتي، بالماكينات بتاعتي، بالعماله بتاعتي. فبالتالي انا هشغل منتج، مش هعيد تصنيعه بقى، انا هشغل منتج رايج في السوق. زي ما بنيجي كده فتره من الفترات تلقى ان معظم الناس في الشارع لابسه لون واحد، يقول لك ده الموضه السنه دي. طب انا كمصنع السوق كله شغال بالاخضر، اللي هو كان طلعت فتره من الفترات كده باللون الاخضر اللي هو الاخضر الفسفوري، فمعظم الناس بتجيب ملابس باللون ده. انا كمصنع تجهيز هنزل قماشه بيضه في السوق، ما مش هتلقى سوقها، لان هي بتبقى ليها سوق محدد. القماشه مثلا بيضه ممكن تتعمل قمصان رجالي، فبالتالي الفئه دي من الناس عمليات الشراء بتاعتها بتكون مش كبيره، او زي مثلا لو انا هنزل منتج هستعمله السيدات او هستعمله الاطفال. فبالتالي انا بدور على منتج رايج ونسبه مستهلكين كبيره عشان اقدر احقق نسبة بيع كويسة. بمعنى تاني ان انا هقدر اسوق المنتج بتاعي، او هقدر كل انتاج المصنع بتاعي هقدر ابيعه، فبالتالي هيرجع بعائد على
على المصنع بتاعي، يبقى لازم بخلي بالي من الحتت دي كويس جدا اثناء ما انا شغال في القسم ده. عشان كده احنا يمكن من ضمن الاقسام اللي احنا بدانا نتكلم عليها النهارده، وزي ما بنقول برضه هي من ضمن المواد الجميله اللي عندنا في قسم النسيج، وفيها مجموعه كده من الحاجات اللي لو درستها حتى يعني لو درسناها بوجه عام بعيد عن الدراسه هتلاقي ان انت هتنفعك في حياتك العمليه، زي مثلا لما اتكلم عن العيوب الموجوده في القماش. فبالتالي وانت نازل تشتري الاقمشه بتاعتك، طب ما انا هدور هشوف المشكله اللي انا سمعت عليها، هل هي موجوده في القماشه دي مثلا؟ ما اقول لك ده في طاق في القماشه، يعني ايه طاق؟ طب في تخزين، يعني ايه تخزين؟ طب في شحوم وزيوت على سطح القماشه، طب ده هستفاد منه ايه؟ وهكذا بقى. العيوب طبعا اللي موجوده، كان في عيوب في البراسل، او كان في عيوب في بحر القماش، في عيوب كتيره جدا كان من السدة او من اللحمه، خيط سميك، خيط رفيع، برضو بينطبق على الاثنين اللحمه والسدة، عدد فتل في السدة غير مطابق للمواصفه، عدد لحمات في السنتي غير مطابق للمواصفه. طب ما هي قماشه قدامي، ايه عدد مطابقتها للمواصفه؟ لو ناقصه فتله هي غير مطابقه للمواصفه، او لو زايده فتله برضه هي غير مطابقه للمواصفه. بس طبعا ما بيبقاش الموضوع عندي فتله، ان عدد فتل السنتي لما نيجي بنحسبها عندي مساحه بتحرك فيها، ممكن تكون الحركه المساحه بتاعتي دي فتله، ما يبقاش فتلتين، ما يبقاش ثلاثه، والا يبقى انا كده عملت قماشه مضغوطه. لو انا محتاج مسميه للقماش فانا كده قفلت القماشه خالص، فلا انا مش دي مش هتطابق الاستخدام، مش هتطابق اللي العملاء عاوزينه، يبقى مش لو انا عملتها بالشكل ده مش هقدر اسوقها. فبالتالي انا بحط او بختار مواصفات لما اعمل بيها منتج بجوده كويسه اقدر اسوقها في السوق، او هي تسوق نفسها، هيبقى في ناس مقبله عليها. واحنا طبعا كلنا بنشتري قماش وعارفين موضوع القماشه دي، هتلاقي ان في بعض الاحيان يجي يقول لك ايه، اشتري القماشه اللي من نوع كذا اللي بينتجها مصنع كذا. ليه؟ ده دي كويسه والوانها ما بتبهتش وقماشه متينه بتعيش معايا، فيها مواصفات العميل بيقولها او اللي اشترى او الزبون نفسه اللي معايا بيقولها، او صاحب مصنع ملابس بيقولها. يبقى كل العملاء بتوعي ايا كان المستخدم النهائي او حتى اللي بيعتبر القماشه بتاعتي خامه وبيبدا يصنعها مره تانية بيقول ان القماشه اللي خارجه من المصنع دي كويسه، بالتالي انا هقدر احقق بيها معاهم. طب لو انا جيت في فتره من الفترات الجوده بتاعتي قلت، المفروض ورايا القسم ده بيحافظ على ايه، على الجوده بتاعتي، وبيرفعها لي تاني، او بيقول لي خلي بالك عندك مشاكل، فبتبدا تعيد التصنيع من تاني، او تنتج منتج بمعنى اصح تاني غير المنتج بتاعه اللي هيتسلم للعميل بتاعي. بيجي العميل مثلا، وده بنشوفه في مسائل، عشان برضو بنقول ان الماده مرتبطه بكل المواد، بنيجي نشوف مسائل في التخطيط. بتيجي تتكلم عن طول الطوب وعرض الطوب، ده في سنه ثالثه بقى، فانا كده بتكلم عن منتج بقى قماشه. اطوال الاتواب من ضمن المشاكل اللي بيقابلها قسم الجوده بعد الانتاج. لو مثلا العميل بتاعي طالب وماشي يكون طولها 100 متر بعد نسجها، فانا طلعتها له 99 متر و9 من 10 اللي هي 90 سنتي، يعني غير مطابقه للمواصفات، هتعمل له هو مشكله في انتاجه، فبالتالي تعتبر توب مرفوض. طب التوب مرفوض ده انا هرميه؟ لازم اصنع غيره طبعا، ده اساسي. هو لو طالب 1000 توب بالمواصفات دي لازم اعمل له 1000 توب بالمواصفات دي، لازم يكونوا ازيد من اللي طالبه بسنتي ب2 سنتي، مش هتفرق معايا، المهم يكون زيادة، لكن يكون أقل هيعمل له هو مشكلة فين؟ في الإنتاج بتاعه. فبالتالي بخلي بالي من الحتة دي. طب أنا بقول هو السنتي هيفرق مع صاحب مصنع ملابس أثناء ما هو هياخد منه القماش؟ بمعنى هو في مصنع ملابس، لو اتفرجنا على فيديوهات، يمكن في زمايلنا عرضوا فيديوهات لعملية رص أتواب القماش قبل عملية القص الآلي، هتلاقي إن هو بيفرد كميات قماش بأطوال معينة، منظم الباترون بتاعه اللي هيبدا يقص عليه بمساحات معينه. فبالتالي لما بيجي على ترابيزه زي دي كده ويبدا يحط يرص القطع اللي هي خاصه بالباترون، اللي هي الاجزاء اللي هيبدا يفصلها بعد كده يجمعها مع بعضها عشان تطلع فايه، قميص، بلوزه، جيبه، فستان، ايا كان، بيبدا يرص القطع بتاعه الباترون على القماش قبل عمليه القص الالي. بعد ما رصها بيرصها على المساحه بالكامل، فمفروض ان 100 متر هتطلع لي في الوجه الواحد مثلا 5 قميص، 10 قميص مثلا، يعني خلينا على ان هي تعمل
10 أمصان. لو هجبت لي 100 متر، ال 100 متر دول بتوعي هطلع منهم 10 أمصان، تمام كده؟ طيب في سنت ناقص في الآخر، هيبوظ له قميص. السنت اللي في التوب اللي ناقص، اللي أنا طلعت له كمصنع نسيج توب ناقص سنتي، هيبوظ قميص في الآخر. لما بيجي يفرد الباترون بتاعه لقى إن في سنتي واقع، فبالتالي هيحصل إهدار لآخر متر في التوب. عشان كده هو كمصنع ملابس هو عايز ياخد التوب كامل يقدر يشتغل إيه عليه. فبالتالي لازم المواصفة بتاعتي تكون كاملة في عدد الفتل في السنتي، عدد اللحامات في السنتي، أطوال القماش بعد نسجه، لازم أحضر كمية سدة عشان أطلع القماش بالأطوال دي، أحضر كمية لحم عشان القماش برضو يطلع بالأطوال دي، وهكذا. وأشتغل على مكنة معينة عشان تحافظ لي على الإنتاج بالشكل المطلوب، وهكذا. في حاجة كتير بختارها، والكلام ده كله بتعمله مواد دراسية مختلفة غير الفحص. الفحص في النهاية بيشوف الكلام ده مظبوط ولا لأ، وبيرجع تاني يعمل عملية فحص أو بعملية تحليل مرة تانية لأقمشة تم صناعتها، عشان يرجع بالبيانات للأدوات اللي احنا بنتكلم عليها. بمعنى أصح، أنا جات لي قماشة، يعني نقول على الخطوتين، وأنا جاي لي قماشة وأنا خارج بقماش، أول حاجة بيجي لي القماش بتاع مصنعي، بعمل عملية فحص وأطلع العيوب اللي فيه، وأبدأ بعد كده أوديه عشان يتغلف ويتباع. المرحلة التانية أو النوع التاني من التشغيل داخل القسم ده، جات لي عينة قماش، بخرج بياناتها، وبناء على البيانات دي بختار تصميم، أو بعمل التصميم بتاعي على ورق المربعات، بروح أعمل دق كرتون لو أنا محتاج أشتغل على الجاكرد، أو لو محتاج دوبي برضو ليه نظام برضو فيه الكرتون بتاعه. بعد ما بخلص الجزئين دول بحضر خيط السيدة، بحضر كميات برضو المطلوبة من خيط اللحمة، بحضر المكنة المطلوب التنفيذ عليها أو المطلوب تشغيل القماش ده عليها. أنا كده برجع لآلات، وبرجع لتخطيط، وبرجع لرسم فني، وبرجع لمنسوجات. يعني مادة واحدة بس بعينة واحدة قدرت ارجع لدول. الكلام ده كله هنجمعه في منهجنا اللي احنا هنبدأ ندرسه على مدار العام، سواء كنت في سنة تانية او كنت في سنة تالتة. طب تعالوا نشوف بقى الفحص والتحليل من الناحية النظرية او الناحية اللي من داخل المدارس بتاعتنا. اول حاجة بالنسبة لمادة فحص وتحليل، اول حاجة عندي بيقول لي ايه، لما بكون انا بحضر عشان انتج قماش لازم امر بحاجة اسمها عملية التسدية. عملية التسدية دي بجيب فيها ايه؟ بجيب فيها خيوط، هي مرحلة يعني التجهيز للنسيج، بحضر فيها الخيوط بتاعتي على هيئة قضبان او على هيئة اسطوانات. ويمكن عملية التسدية درسناها في سنة اولى وعرفنا ازاي بتتم وانواعها، لكن تعالوا نتفرج او نفتكر العملية دي على هيئة ايه الفيديو اللي معانا. تعالوا كده نشوف التسدية بالقضبان وازاي بيتم رص القضبان على حاجة بسيطة كده او عينة بسيطة في الفيديو اللي هيكون معانا دلوقتي. تعالوا نشوف كده في الفيديو ده بيحصل ايه. في الفيديو ده هنا طبعا احنا شايفين الدوار عليها مجموعة من الاقلام اللي قدامي دي، طبعا دي مرصوصة بشكل معين عشان تطلع بالشكل ده. الدوارة طبعا دي بتاخد الخيوط بتاعتي من حاجة اسمها دولاب. الدولاب بيبقى عليه بكرات خيوط السدة، وتبقى بحجمها الطبيعي، بيسحب منها طبعا على المشط الخاص بالدوارة ده. بعد كده بيتم الرص على هيئة طبقات، وبيتم الرص في المسافة الخاصة للقضبان دي. بعد ما يخلص التسدية على الدوارة بيبدأ يرص الخيوط كلها دفعة واحدة على مطوة السدة خلف الدوارة. بعد كده بياخد مطوة السدة دي وبيبدأ يروح على النول، وبيبدأ ان هو ايه يجهزها. بمعنى ايه جاهزة؟ بمعنى انه هيمر بمراحل تانية بعد عملية التسدية. ايه المراحل التانية دي؟ هتكون مرحلة اللقي والتطريح. مرحلة اللقي والتطريح ممكن تتم على جزئين، او بيتم بطريقتين. في طريقة اللي هي الطريقة العادية اللي احنا عارفينها، ان انا بجيب مطوة السدة وبجيب الدرق والمشط وبحضرهم في المكان الموجودة في مطوة السدة، وبعمل اللقي بره المكنة، مش مركب حاجة على المكنة لسه. ده انا جبت مطوة السدة وحطيتها قدامي، وحطيت مكان اقعد عليه، وفي زميل تاني في الجهة التانية، والمطوة ما بيننا في النص. بيحط برواز، البرواز ده بيكون فيه الدرق بتاعي. ممكن لو مثلا عايز اعمل عملية لقي على درقتين، على 4 على 6 على 8 على 15، ايا كان العدد بتاع الدرق انت بترصه قدامك في البرواز ده. بيبقى زميلي اللي قاعد في الجهة التانية
بيبدأ يمرر إبرة داخل الفتحات أو الثقوب اللي موجودة عندي في الأسلاك بتاعة الدرق اللي هي عيون النير احنا بنسميها، بيبدأ يطلع لي السلكة دي أو الخطاف ده، بيمرره من الفتحات دي، وأنا بدوري في الجهة الأخرى بحضر الفتلة اللي عليها الدور في عملية اللقي. المسؤول عن ترتيب اللقي زميلي اللي في الجهة الخلفية، المسؤول عن مناولة الخيوط بترتيبها اللي قاعد في الجهة الأمامية. بيبدأ يسحب الفتلة اللي عليها الدور، هو بيقدم له الإبرة، بيبدأ يحط عليه فتلة السدة، بيبدأ هو يسحبها من عين النير بالإبرة اللي معاه، بيبدأ يجمع مجموعة الخيوط بتاعته. طبعا هو بيبقى عارف ترتيب اللقي ايه، اللقي مثلا ترتيبه أولى تانية تالتة رابعة، يبقى ده اسمه لقي على الصف. طب لو لقي مش على الصف، لقي مثلا زي الأطلس أولى تالتة تانية رابعة، فبالتالي هو برضو ملتزم بالترتيب في الخلف. طب ليه هو ملتزم بالترتيب؟ لأن هو عنده رباط ضوس لازم يكون راكب على المكنة، وبناء عليه بحرك الدرق ده، فبالتالي لو هو عمل عملية اللقي غلط والمكنة اشتغلت بالترتيب المطلوب بتاعها هي الأساسي، هيطلع نسيج مختلف عن النسيج المطلوب أو النسيج اللي تم لقيه. بمعنى أصح، الغلطة في عملية اللقي بتعمل مشكلة في التنفيذ على القماش بتاعي، فبالتالي بخلي بالي من الحتة دي كويس وأنا بعمل عملية اللقي. فبالتالي لازم يكون قاعد بيقوم بعملية اللقي حد يكون عنده خبرة في العملية دي، وخصوصا في ترتيب الأسلاك بتاعة النير اللي موجودة على الدرق، بيعرف ايه اللي عليه الدور ويجهزه ويرفع أو يدخل في الثقب بتاعه الإبرة ويرجع يسحبها مرة تانية. خلصنا عملية اللقي وخلصنا كل الدرق بتاعي وكل الخيوط الموجودة عندي. خلص المرحلة دي، بتيجي مرحلة التطريح. مرحلة التطريح بسيطة بس مبنية على ترتيب اللقي. ما ينفعش أكون أنا لاقي بطريقة معينة واجي في المشط أبدل الخيوط مع بعضها، أو مجموعة خيوط جنب بعضها في الدرق أو المرصوصة ورا جنب بعضها، واجي أنا هنا في المشط أروح مبدلهم مع بعض قدام المشط فعكستهم. طب بعد ما عكستهم، طب ما انا هضم لحمه، لما اجي هضم شكل غير الشكل المطلوب، هبوظ او هعمل عيب تاني في القماش. لازم يكون ترتيب خيوط السده في الجزء الخاص بالمشط هو هو نفس ترتيبه فين في الدرق، بس مع اختلاف حاجه بسيطه. لو انا بحط في فتله واحده في النيره، انا هنا في المشط بحط فتلتين تلاتة أربعة على حسب الايه التطريح المطلوب. طيب هو ده هيأثر على عرض القماش؟ لا مش هيأثر ولا حاجة، كده كده أنا عارف فتل السنتي المفروض تكون كام. فبالتالي لو أنا عندي 30 فتلة في السنتي وعندك 10 باب في السنتي، معنى كده إن لازم يكون عندك 3 فتل في الباب، لأن أنت عندك ورا كام؟ 30. طيب 30 في 10 3 في 10 هيديني ال 30، يبقى ال 30 فتله اللي جنب بعض دول هيتحطوا في ال 10 ابواب اللي جنب بعض بترتيب ايه؟ اول 3 فتل يتحطوا في الباب رقم واحد، من 1 ل 3 في الباب رقم 1، 4 5 6 في الباب رقم 2، 7 8 9 في الباب رقم 3، 10 11 12 في الباب رقم 4. يبقى انا هنا ماشي بترتيب الخيوط مع ابواب المشط. لما انا اعمل كده وباجي افتح نفس ومرر خيط لحمه واجي اعمل عمليه الضم، هتبقى العمليه سهله وبسيطه وهتطلع المنتج بالشكل المطلوب. طيب تعالوا بقى نتفرج على فيديو تاني، بس هنعمل الموضوع ده على مكنه يدوي، فبالتالي هيكون عندي الدرق والمشط على نفس المكنه ومطوه السده كمان. يمكن الفيديو ده احنا شفناه مع بعض في مقدمه للنسيج عموما، لكن هو من اهم الفيديوهات اللي بتوضح لنا الجزء الخاص بعملية اللقي والتطريح وتقديم النول كمان، يعني في خطوة تانية اللي هي عملية التقديم نفسها. هنتفرج على الفيديو وهنقول عملية التقديم دي بتتم ازاي بعد ما نشوف عملية اللقي اللي هنتفرج عليها دلوقتي بتتم في يدوي ازاي. هنا طبعا في الفيديو اللي معانا هنا هو حط مطوة السدة وبدأ يحط هنا الدرق بتاعه وبدأ يسحب خيوط السدة في الايه؟ العيون النير. هنا النير بتاعي عبارة عن خيط مش اسلاك زي ما احنا بنتكلم، ده نير يدوي. فبالتالي هو برضه بيشتغل عليها بنفس الترتيب وبيعدي او بيمرر خيوط السده ما بين الكلابين العلوي والسفلي للدرق بتاعي. فهنا طبعا بيمرر كل الخيوط بالترتيب المطلوب. هنا طبعا موجود قدامه حوالي 8 درقات،
فبالتالي هنا يقدر يعمل نسيج كويس، ممكن يشتغل مبرد يشتغل اطلس زي ما يحب، ان عندي ايه حسب الدرق الموجود عندي يقدر يعمل التشكيل المطلوب. هنا طبعا بيرص الخيط وبيبدا بيعمله فيه بشكل منتظم. بعد ما بيخلص بيبدا يعمل عمليه التطريح اللي بيشغل دلوقتي، ده هي عمليه تطريح اللي هي ادخال خيوط السده في ابواب المشط. بيرص طبعا كميات خيط بتبقى جنب بعضها، لازم يلتزم بترتيب الخيوط الموجود عندي في الايه في الدرق، عشان لما يجي يعمل الحدفات بتاعته بيبقى يقدر يفتح نفس صافي وبيبقى بالشكل المطلوب. هنا بيبدا يعمل بقى ايه، يعمل عمليه التقديم. هنا بدا ينسج وبدا فيه قماش يجهز من تحت او يظهر من تحت. هنا طبعا مطوه السده في الاعلى بتتسحب منها خيوط السده، تمر على الدرق، بعد كده بتمر على المشط. هو بيضغط على الدواسات، بيفتح النفس، بيمرر المكوك بتاعه، بيمر طبعا خيط اللحمه معاه، بعد كده بيبدا يقفل النفس ويبدا يعمل عمليه ضم لخيط اللحمه. بعد كده طبعا بعد ما بينتج او بينسج كميه من القماش بيبدا يعمل لها عمليه ايه، عمليه طي. يبقى هنا طي القماش بيتم على مطوه القماش، وطبعا المطوه هنا عشان المكنه يدوي هو حاطط المطوه في الخلف، لكن طبيعي بتبقى مطوه القماش في الامام عند المسند الصدر، لكن حسب موديل الماكينه وحسب شكلها لانها يدوي فبالتالي يقدر يعمل العمليه دي، لان عنده عمليه الرفع الدرق، الدرق عنده هنا علوي، رفعه علوي، لكن لو الدرق فيه دواسات من اسفل ما كانش يقدر يحط مطوه القماش ان هي او القماش نفسه يمر من تحت الماكينه زي ما شفنا في الفيديو اللي معانا. يبقى دي برضو من ضمن الخطوات اللي بتتم عندي في الايه التجهيز للنسيج. انا كده بدات اعمل القماش، لسه ما اتكلمتش على عيوب او على فحص او على اي حاجه. احنا بنقول الكلام ده بيتم ازاي. طيب عمليه النسيج بقى العاديه اللي هي اليدويه، اللي هي لو انا بشتغل من غير مكنه هعملها. تعالوا نتفرج على حاجه برضو بسيطه بتوضح ازاي بتتم عمليه النسيج. هنا طبعا بيبدا يوريني الشكل اللي معانا ده ازاي بيتم فتح النفس وازاي بيتم امرار خيط اللحمه. هنا بيرجع المشط للخلف زي ما احنا شايفين، بيبدا يفتح النفس، درقات بتعلى بترتفع لاعلى ودرقات بتنخفض لاسفل. خلوا بالنا الابيض لفوق والاحمر لتحت في الحدفه دي. بيمر خيط اللحمه، هتتم عملية ضم لخيط اللحمة، وأثناء عملية الضم هنلاحظ إن الدرق بيتحرك بيتساوى، بحيث إن هو لما يكون متساوي بيكون المشط في منطقة الإيه الضم اللحمة أو نقطة الضم أو نقطة الدق زي ما إحنا بنسميها. بعد ما عمل الحدفة دي بيبدأ يعمل نفس جديد، فبيرتفع الدرق الخلفي وينخفض الدرق الأمامي، معنى كده إن الخيط الأحمر بقى الأعلى والخيط الأبيض نزل لأسفل، وهيمرر خيط لحمة تاني. اثناء العمليه دي وبيمرر خيط اللحمه لو لاحظنا ان مطوه السده بتتحرك ومطوه القماش كمان بتتحرك، يعني بيحصل عمليه رخو للسده وبيحصل عمليه طي للقماش. هنا في انتاج وهنا في ماده خام داخله اللي هي عباره عن سده، والماده الخام الثانيه كانت خيط اللحمه. هنا بنتكلم بقى عن التركيب النسجي وعلاقته بالنسيج. انا عندي هنا تركيب نسجي، والتركيب النسجي ده ممكن يكون ساده، ممكن يكون مبرد، ممكن يكون اطلس، ايا كان نوع التركيب النسجي. تعالوا نشوف التركيب النسجي. هنا طبعا ده تركيب نسجي من التراكيب الموجوده عندنا اللي احنا بنستخدمها، طبعا ده من التصميمات البسيطه. وهنا طبعا زي ما احنا شايفين ان في هنا الرسم التشريحي للنسيج ده. الرسمه اللي كانت معانا بتدي القماشه اللي ظاهره قدامنا دي. طيب القماشه ديت طبعا احنا عرفنا ان التركيب النسجي ده بيدي قماشه عليها نقشه تحس ان هي خطوط متقاطعه مع بعضها، خطوط مايله تشبه المبرد بس مش مبرد، وفي نفس الوقت مديه الاشكال دي. هنا قماشه فيها مضلعات وده بنقول عليه نسيج البيكه، طبعا بيستخدم في فوط المطبخ وفوط التنظيف العاديه بتاعت المكتب وخلافه. طبعا ده له نسيج معين، ده النسيج بتاعه وده الرسم التشريحي للخيوط بتاعته. طب هنا النسيج بتاعي طبعا ده ضمن الانسجه اللي احنا درسناها او الانسجه البسيطه. عارفين ان بيدي عندي مضلعات طوليه وعندي مضلعات عرضيه. هنا دي المضلعات العرضيه اللي من شويه كان طوليه ومعاها التصميم بتاعها، هنا العرضيه ومعاها التصميم بتاعها برضه. العرضيه بتنتج من اللحمه، اما الطوليه كانت بتنتج من السده، وهكذا في النسيج. هنا طبعا بيديني شكلين مختلفين من الاقلام، وهنا ده شكل القماشه بعد عمليه الانتاج. دي عينات، وبناء على اقدر اخد العينات دي اقدر احللها واطلع منها البيانات بتاعتها واقدر اعملها عمليه نسيج مره ثانيه.
هنا ده طبعا شكل من الاشكال الخاصه بالانسجه الوبريه، وطبعا شايفين التركيب النسجي، وشايفين كمان التشريح بتاعه. فبالتالي انا هنا عندي ممكن يكون عندي اقمشه مزدوجه برضو بتستخدم نفس الشكل ونفس التقنيه، وبتظهر عندي القماشه بالشكل ده. طبعا هنا الشكل الوبر المقطوع، هنا بقى في نسيج ارضيه وحواليه الخيوط اللي بتنسج الوبره. في الحاله دي بيكون القماشه بتاعتي بتحتاج لايه؟ بتحتاج لسدائين عشان يتم انتاجها بالشكل ده، بتحتاج لسدائين، سداء بيكون للارضيه وسداء بيكون للنقش. هنا طبعا زي ما احنا شايفين ده الشكل بتاعي، وفي كتركيب نسجي. هنا طبعا بطلع وبشوف القماش، هنا طبعا ده انسجه الوبره او القطيفه برضو بتستخدم نفس الشكل، عندي سدا ارضيه وسدا نقش. هنا طبعا في الوبره المتصله، وطبعا بتتقطع بشكل معين عشان توصل للوبره المقطوعه، وبتديني في النهايه شكل الوبري المطلوب. بعد كده النسيج اليدوي. فكره النسيج اليدوي البسيطه اللي احنا بنتكلم عنها واحنا عارفينها وعارفين شكلها، هنا ده طبعا ده تصميم او يعني نموذج لعمل النسيج. هنا طبعا بيستخدم باده، او اي ممكن انا بالنسبه لي ممكن استخدم كرتونه في البيت، وبيحط عليها خطوط خيوط طوليه، خيوط اللي هي الخاصه بالسده. بيبدا يمرر خيط اللحمه عن طريق ابره، بيمررها ما بين خيوط السده بالتبادل بالشكل ده، بيعمل نسيج ساده. هنا يقدر يعمل معلقه، يعني انا بنتكلم في فكره مشروع مش في فكره نسيج كمان. فبالتالي هنا نسيج الكليم طبعا احنا بنسمع عنه، لكن ده هو طريقة نسجه بتتم بالشكل ده، بس طبعا له ماكينات. هنا طبعا بيعمل عقد اللي هي بتستخدم في نسيج السجاد، بعد كده بيبدأ يعمل حواليها برضو فكرة النسيج اللي هو الموضعي، بيعمل في أماكن موضعية نسيج سادة بالتبادل بالشكل ده، بيحط أشكال، بيحط الألوان الخيوط اللحمة اللي هو عاوزها، لأنه بينسيج في المكان المطلوب. في النهاية بينتج لي معلق شكله حلو. اقدر بقى بالشغل اللي انا شايفه ده كمان اعمل مشروع صغير كده، وابدا ان انا اطلع منتجات بسيطه اقدر اعملها عمليه تسويق كويسه. وطبعا عمليه تسويق الاقمشه دي موجوده بالاكتر، او الصناعه دي موجوده بالاكتر في محافظه سوهاج، ويمكن في مركز اخميم بالذات بيبقى عندهم الصناعات اليدويه دي بشكل كبير جدا ومتوسعين فيها اكتر، وهي مشروع منتج، يعني الاسر المنتجه هناك ما زالت شغاله على النوع ده من الانتاج، وهو سلعة رايجة. يمكن هي طبعا زي ما نقول بما ان هي معلقات، فبالتالي يقدر يعمل معلقات فيها اشكال بتجذب السياح، فبالتالي هيقدر يسوقها بالشكل ده. فهناك مثلا تلقى عامل تصميمات فيها وردة اللوتس، فيها شكل فرعوني، ايا كان التصميمات الموجودة، بس بيقدر يعمل لها عملية التسويق المطلوبة عشان هو بيبقى شغالها بالشكل المطلوب، ويقدر يحط تصميمات شكلها جميل والوان بتبقى كويسه. الاهم حاجه عندي كمان وانا بعمل عمليه النسيج هي اختيار الالوان. بعد كده طبعا احنا عرفنا ان في عندي فتح نفس، وعرفنا الفتح النفس اليدوي اللي كان من شويه فتحنا نفس بمكنه يدوي، ممكن يكون الرفع للدرق. انواع النفس عندي 3 انواع، في نفس علوي، نفس سفلي، نفس متوسط. في النفس العلوي انا بعمل عمليه رفع للدرق اللي عليه الدور، في النفس السفلي بعمل خفض لمجموعة الدرق اللي عليها الدور في عملية الخفض. طب في أثناء الرفع وأثناء الخفض إيه اللي بيحصل لبقية الدرق؟ بقية الدرق بيكون ثابت، يعني رفعت مجموعة الدرق بقية الدرق ثابت، لو خفضت مجموعة الدرق بقية الدرق ثابت. يبقى في النفس العلوي في مجموعة الدرق بتترفع، السفلي مجموعة الدرق بتنخفض، تمام كده. بعد العملية دي على طول في أجهزة فتح نفس زي الجاكارد مثلا، جهاز الجاكارد من ضمن أجهزة فتح النفس اللي عندي، بس ده بيطلع لي نقشة. أجهزة الدوبي من ضمن أجهزة فتح النفس، بس برضو بيطلع لي نقشة مختلفة. فبالتالي يبقى أنا عندي هنا مجموعة من الأجهزة الغرض منها فتح النفس. يمكن فتح النفس عندي طبعا في مرحلة الدبلوم في جزء بيتكلم عن الجزء التاني المهم بعد عملية فتح النفس، هو إمرار اللحمة. أنا كونت الفخذين العلوي والسفلي، محتاج امرر اللحمه، وعندي مجموعه اجهزه كتيره جدا شغلتها هي امرار اللحمه، وطبعا درسناها وهنتكلم عنها اكتر كمان في الصف الثالث في الجزء الخاص بامرار اللحمه. وده طبعا زي ما قلنا عندنا مساحه كبيره جدا في الكلام عليها في ماده الالات، يمكن واخده الجزء الاولاني من
الدراسة بتاعتنا، يمكن مساحة لو احنا اتكلمنا عن الترم في نظام ال5 سنين مثلا، احنا ما عندناش ترم خلي بالنا في الدبلوم، هنلاقي ان هم بيدرسوا في الترم الاول سنة تالتة نظام 5 سنين بيدرسوا اجهزة الامرار بالكامل والقلابات، فبالتالي هي محتلة مساحة كبيرة جدا من المنهج بتاعي، فاخلي بالي من عملية الامرار. طيب انواعها كتير، في عندي امرار باستخدام اجهزه ايجابيه الحركه، وفي امرار باستخدام اجهزه سلبيه الحركه، في اجهزه تقليديه واجهزه حديثه، دي ليها تقسيمه ودي ليها تقسيمه، وهندرس برضو التقسيمه دي بالتفصيل بس في ماده الالات. بعد ما انتجت القماشه بتاعتي المفروض ان انا بمر على مرحله اسمها مرحله التجهيز. بمر على مرحله التجهيز دي ليه؟ لاسباب كتير، ممكن تكون اسباب فنيه، مشاكل في القماشه نفسها فانا عايز اعالجها فبعالجها بالتجهيز، وممكن يكون القماشه سليمه وزي الفل ما فيهاش اي مشكله، بس انا عايز اعمل لها عمليه تلوين بالكامل، لون ساده، اللون انا مش عايزه لون ابيض، انا عايز بعد ما اخلص اعمل عمليه تجهيز واطلع قماشه بلون معين. دي برضو بيقوم بيها عمليه التجهيز. في تجهيز قبل النسيج وفي تجهيز بعد النسيج. ايه اللي قبل النسيج؟ اللي قبل النسيج ان هو بياخدوا كونات الانتاج بتاع الخيوط ده اللي هي بيضه او الخام، ويروح يعمل لها عمليه صباغه، فبالتالي هلقى عندي في خيوط حمراء، خيوط زرقاء، خيوط صفراء، خيوط كل الالوان اللي انت تتخيلها حسب طلب العميل. تمام كده؟ طيب ده قبل عمليه الانتاج، وده اللي شفناه لما كان معانا الدواره من شويه، وشفنا ان الخيوط اللي كانت ملفوفه عليها ملونه، ده اسمه تجهيز للخيوط وله نظام، وقسم التجهيز هو اللي بيقوم بيه. طيب النوع الثاني من التجهيز بيتم بعد عمليه النسيج، في جزء قبل النسيج بيتم، وده اللي هو عملية التنشية، ودي مرحلة بسيطة بيقوم بيها مصنع النسيج عشان يضيف مادة تقوية صناعية على خيوط الستر، بس ما تعتبرش عملية تجهيز لبيع القماش أو لتسويق القماش، هي تجهيز لإنتاج القماش. بعد ما بيخلص عملية النسيج دي بيكون عنده أول حاجة بيقابلها المادة اللي ضافها على خيوط الستر قبل النسيج اللي هي النشا، لازم يشيلها والا مش هيقدر يصبغ او مش هيقدر يطبع على القماش. ليه؟ ماده النشا دي او الماده النشويه اللي اتغلف بيها خيوط السده بتاعتي عملت ايه؟ عملت طبقه عازله ما بين الخيوط وما بين اي ماده هتلمسها، فبالتالي لازم اروح اشيل الماده دي الاول وبعد كده اصبغ او اطبع زي ما انا عاوز في القماش. فبالتالي بعد ما بنتج القماش بتاعي باخد القماش ده واعمل له عمليه ايه؟ عمليه غليه. وبعد الغليه بروح اعمل له عمليه تبييض. بيمر بمرحله تبييض او مرحلتين تبييض. وانواع التبييض كتير طبعا، قسم التجهيز المنسوجات يقدروا يتكلموا فيه كمان اكتر، لكن بما اننا نسيج وعندنا فكره عن الموضوع، عمليه التبييض بيبقى في عندي انواع تبييض كتيره جدا، وحتى العمليات نفسها. في عندي بالنسبه لعمليه التبييض عموما في عمليات مستمرة وفي عمليات جزئية وفي نص مستمرة، بمعنى ان ممكن تكون العمليات منفصلة عن بعضها ودي عمليات منفصلة ما هياش مستمرة، بمعنى بروح اعمل الغلية لوحدها، بروح اعمل التبييض الاولي لوحده، بروح اعمل مرحلة التبييض رقم 2 لوحدها، كل مرحلة منهم فيها عملية تخزين عشان يتم التفاعل، دي اسمها عمليات منفصلة. ممكن اخلي المكان اللي بعمل فيه الغليه في بدايه المصنع، عمليه التبييض في مكان تاني في المصنع جنبينا، التبييض التاني او اللي هو النهائي احطه في مصنع تالت، عمليه الغسيل احطها في مصنع رابع جنبي او ورشه لو انا هقسم المصنع بتاعي على هيئه ورش، فبالتالي هي عمليات منفصله كل عمليه مستقله بذاتها. دي بتاخد وقت كبير جدا. طيب امال الافضل ايه؟ الافضل العمليات المستمره، بس وانا بعمل العمليات المستمره بحتاج مواصفات في الماكينات اللي هشتغل عليها وفي المواد الكيماويه اللي هضيفها على القماش عشان تقدر تسرع لي ايه؟ تسرع لي الانتاج. بس ومع ذلك اثناء العمليات المستمره بتبقى في اماكن تخزين بيمر فيها القماش ببطء بكميات، بالتالي هو ده اللي بيساعدني ان انا اقوم بعمليه التفاعل بسرعه، لان اول ما بضيف المادة اللي هتعمل عملية الغلية في البداية اللي هي هتشيل المواد النشوية دي نمرة واحد مثلا، بتبقى هي في بداية الخط بتاع الانتاج بتاعي، بيمر القماش في محلول
بيبدأ يتغذى أو يعمل عملية تحلل للمواد النشوية الموجودة على الخيوط بتاعتي، وبيبدأ يدوبها في المية أو بيخليها سهلة الذوبان في المية. بعد كده بيطلع القماش من الحوض ده، بيتعمل له عملية عصر، وبعد كده بيتعمل له عملية غسيل، بعد كده بيتعمل له الأول تخزين، بعد كده عملية غسيل. ممكن يبقى في عملية غسيل بمية سخنة وبعد كده مية باردة. خلصنا المرحلة دي، وده مستمرة بقى، يعني المكن راكب ورا بعضه مش منفصل كل واحدة في مصنع أو في ورشة. خلصت عملية الغلية القماشة، وبعد ما خلصت التخزين بتاعها طرفها دخل في مرحلة التبييض رقم واحد، وبدأت تنزل في محلول التبييض، وبتطلع مرة تانية وبتمر على عملية العصر، وبترجع تاني تتخزن، بتقعد فترة يعني بتمر في مكان مساحته كبيرة وبتمر فيه ببطء، فبالتالي بتسمح لها بدخول المكان ده. لو مثلا عملية التخزين بتاعتي ممكن تكون ساعة، يعني أنا عشان القماشة دي تبيض أو تظهر باللون الأبيض اللي أنا عايزه محتاجها تفضل في المحلول ده لمدة ساعة. بالتالي السنت اللي دخل من مدخل منطقة التخزين هيقعد يلف جوه الخزان ده لمدة ساعة، رايح جاي رايح جاي. لو حتى حد مثلا دور حتى أو حب يبحث في الجزء ده ويشوف الماكينات التخزين الموجودة في خط التبييض بتاع الأقمشة القطنية، هيلاقي إن الخزان نفسه عبارة عن إن القماشة رايحة جاية عليه بشكل كامل، لغاية لما على درافيل طبعا، لغاية لما تبدأ تخرج من فتحة الخروج فين؟ في الخزان. طيب لما بتخرج من فتحة الخزان معناها كده إن تم التفاعل. بتخرج بيقابلها إيه؟ بيقابلها عمليات الإيه؟ عمليات الغسيل. بتتغسل برضه، ممكن تكون بتتغسل على أكتر من مرحلة، بتتغسل بالمية السخنة أو بحسب درجة الحرارة المطلوبة، بعد كده بتتغسل بالمية الباردة وبتجهز للمرحلة اللي بعديها في نفس الخط برضه، مرحلة التبييض النهائي. ممكن يكون التبييض الأولي بالكلور، وده بيبقى تبييض مش أبيض شاهي أو مش أبيض كامل، بيبقى البياض بتاعه ممكن يصفر بعد فترة، لأن عارفين الكلور مفعوله غير مفعول مية الأكسجين اللي هي المفروض بتبقى في الحوض الخاص بالتبييض النهائي. فبالتالي اول ما بخرج القماش بتاعي ويدخل في حوض ماء الاكسجين، دي الماده اللي بتساعد على عمليه التبييض بشكل كامل، بتزيل كل المواد الملونه، وبتبقى القماشه توصل لدرجه البياض المطلوبه. بيمر تاني القماش على خزان في المكنه دي، بيفضل رايح جاي داخل الخزان حسب التوقيت المطلوب تخزين القماش فيه. بيخرج من فتحه الخزان بدرجة البياض المطلوبة، برضو بيمر على مرحلة الغسيل، وهنا ده لازم ياخد مرحلة غسيل نهائي. مرحلة غسيل النهائي دي بتبقى أكتر من حوض، بالمية السخنة وبالمية الباردة، لغاية لما يطمن إن جميع المواد الكيماوية اللي كانت موجودة على سطح القماش تم إزالتها. كده القماشة بقت جاهزة لعملية الصباغة. وفي عملية الصباغة بيمر القماش في محاليل الصباغة، وبيتم تجفيفها فيما بعد، وليها طريقة تثبيت الالوان على القماش، برضو قسم التجهيز برضو يقدر يتكلم فيها افضل في الجزء، لكن احنا بنديكوا فكره عامه عن اللي بيحصل. قسم التجهيز بيعمل بيلون القماش بس؟ لا، بيعمل حاجات تانية كتير، بس من ضمن شغله بيلون القماش، يعني من ضمن الشغل بتاعه تاني بيعمل عمليه الكستره للقماش. يعني ايه كستره؟ القماش الخاص بالبطاطين ما بيبقاش بالشكل اللي عليه القطيفه الكتيره اللي احنا بنشوفها، دي بيبقى قماشه تشبه الكليم، بمعنى اصح كده ان هي الفتله بتاعتها او اللحمه بتاعتها بتبقى سميكه. فبيمر على درافيل، الدرافيل دي فيها ابر، وبيعمل عمليه تنتيش للخيوط دي، فبالتالي بيتكون السطح الوبري اللي انت بتشوفه على القماشه بتاعتك. طب من كتر استخدامك انت، لان الوبره دي مشدوده عن طريق جهاز عمل عمليه التنتيش ليها بالشكل ده، الوبره بتهبط لان انت كنت شديدها، فهي هايشه مع الاستخدام وعمليه الغسيل المتكرره، بتبص تلاقي الايه القماشه اللي كانت معمول بيها البطانيه بتاعتك بقت مضغوطه على سطح القماش. عشان تتعمل تاني بالشكل القديم اللي انت كنت شايفه عليه لازم تمر على جهاز كستره مره تانيه، بس الجهاز ما ينفعش يمر عليه بطانيه واحده، ده عايز توب قماش كامل عشان يعملوا عمليه الكستره مره واحده، بعد كده تبدا تتقصص وتبدا تشتغل. ده برضو من ضمن الشغل بتاعه. طب تعالوا بقى نشوف عمليه التجهيز او عمليه صباغه القماش بتتم ازاي على الماكينات. عندنا فيديو صغير للماكينه اللي بتقوم بعمليه الصباغه، نشوف كده بيتم غمر القماش ازاي ويتم صباغته. هنا طبعا زي ما احنا شايفين في الفيديو اللي معانا، هنا القماش بيمر
على ماكينة صباغة. طبعا هنا القماش لونه أبيض في الخلف، لو شفنا الفيديو اللي معانا أدي القماشة لونها أبيض زي ما احنا شايفين، وبتبدأ بتتفك طبعا من الدرفيل بتاعنا ده، هنا لونها أبيض، أنا كده وصلت البياض المطلوب. بتبدأ تتم غمرها في حوض الصبغة، هنا دي المحلول اللي قدامي ده صبغة، هنا القماشة بيضة وهنا القماشة بدأ لونها يحمر. يحمر معناها إن بدأت تمر في الصبغة. بعد كده القماش بيمر على عصارات، بتبدأ تعمل عملية عصر لكميات السائل اللي موجودة على سطح القماش الزايدة. طبعا تحت ضغط معين بيتم عملية العصر دي، طبعا بظبط الضغط على حسب كمية المحلول اللي أنا محتاجها تكون متبقية على سطح القماش، ونوعية كمان القماشة اللي عندي. بيتم العصر بشكل المطلوب كده، كل ما بيضغط على القماشة بينزل السوائل، بتبدأ تتحرك على سطح القماشة وتبدأ تنزل منه وهكذا. بعد عملية الصباغة دي بيبدأ القماش يتحرك على طول ويطلع على جزء التجفيف. مكان التجفيف عندي بيكون في مجففات، والمجففات دي عبارة عن ضرافيل كبيرة فيها هواء سخن، أو بيكون بتتسخن بشكل معين عشان تشيل كل الرطوبة الموجودة على سطح القماش ويفضل باللون المطلوب. كده أنا صبغت القماش، كده أنا عملت صباغة كاملة لسطح القماش. في طباعة بقى من ضمن برضو التخصصات أو من ضمن الأعمال اللي بيعملها قسم التجهيز، اللي هي الطباعة، الطباعة الموضوعية، اللي أنا ممكن أشوف إيه؟ أشوف لوجو على سطح تيشيرت، أشوف تصميم موجود على قماشة، كانت قماشة فرش أو قماشة الزينة اللي إحنا بنشوفه اللي هو بنشتريه في رمضان. الرسومات اللي عليه دي كلها دي مطبوعة مش منسوجة، فبالتالي برضو قسم الطباعة هو اللي بيقوم بعملية تنفيذ الأنواع دي من التصميمات. بعد ما وصلنا للمرحلة دي بندور بقى على الجزء المهم جدا واللي ممكن يكون بينفع الجميع، وهو العيوب. ايه هي العيوب اللي موجودة في القماش بتاعتي وبالمادة بتاعتي دي بدور عليها عشان أعالجها أو أتلافيها؟ عيوب الأقمشة بتبقى ليها أنواع كتير جدا، تعالوا نشوف إيه العيوب دي وإيه مصادرها وكمان طرق علاجها وإيه وضعها. أول حاجة عندي العيوب الجسيمة. العيوب الجسيمة دي هي عيوب بتكون ظاهرة وواضحة عند فحص القماش بمجرد النظر، والتي لا يمكن إصلاحها ولا يمكن قبولها وجودها، وبيقلل من قيمة القماش. ده بالنسبة للعيوب الجسيمة. العيوب البسيطة هي عيوب يمكن إصلاحها عند مراجعة القماش ولا يظهر أثرها بعد التجهيز، ويمكن التجاوز عنها وقبولها في القماش. ايه الفرق بين العيبين دول؟ دول عيوب، ما هي دي عيوب ودي عيوب. في عيوب جسيمه وفي عيوب بسيطه. العيوب الجسيمه اللي هي استحاله اقدر ابيع القماشه بالشكل اللي هي عليه. مثلا لو عندي فتله ناقصه بعرض القماش، لو فتله ناقصه بعرض القماش اتسحبت باي شكل كان، او اثناء عمليه الضم كانت فات مني حتفة، فبالتالي أثناء عملية الضم سبت شرخ مكان الفتلة المطلوبة. الشرخ ده لا يمكن علاجه. لكن لو في تخزينة لحمة، يعني مثلا اللحمة معدية فلفت على بعضها في طرف القماش أو في وسط القماشة فبقت مخزنة في التخزين، أنا أقدر أسحب أطراف الفتلة كده بالراحة ويفك التخزين وأشغل القماشة بالشكل الطبيعي، حتى لو القماشة بعد نسجها وبعالج الجزء ده بسيط. في بعض الاحيان بنستخدم، طبعا بيبقى لما تكون القماشه غاليه جدا وفيها مشكله بسيطه في جزء من فتله ناقص في وسط القماشه، فبيجيب نفس الفتله ويعمل لها نظام الرفه. عارفين الراجل بتاع الرفه بيعمل ايه؟ بيعمل نسيج بس بايديه، يعني هو بيعمل نفس فكره النسيج اللي بتتم على المكنه بس بايده في المكان المقطوع على القماش. انا هنا ما عنديش قطع، انا عندي فتله ناقصه، فبكملها بنفس فكرة الراجل اللي بيستخدم خيوط في الرفة، بس هنا أنا ما بعملش عملية ربط للحمة في الجهة الشمال أو اليمين في الجزء المقطوع منها، لا ده أنا بكملها بس وبسيب أطرافها من تحت وبقص الزيادات، وده علاج لعيب بسيط ممكن يطلع. طيب العيوب الجسيمة اللي ممكن تكون عندي فتلة سميكة في وسط فتل رفيعة، هعالجها ازاي؟ دي بطول القماش مخليها المنظر صعب جداً، حتى لو انا جيت اعمل عمليه تفصيل للقماشه دي صعب ان انا هاجي في المكان ده عشان اقدر اظبط الفتله دي او ابعدها في وانا بعمل باترون ابعد الجزء ده من التصميم. ده انا لو عملت قميص، والقميص احنا عارفين لازم يكون مسطحه عادي او ميه واحده زي ما احنا بنسميها كده،
فبالتالي لما اجي على الحته دي هلاقي الحته دي بارزه كاني دوباره في وسط خيوط رفيعه، هي السمك يبقى مش عالي قوي بس له اثره باين، ممكن اشوفه بعينيا، بس العلاج صعب علاجه. صعب ان انا اسحب فتله بطول القماش واركب مكانها فتله تانية بعد عمليه النزل، الخيوط خلاص كلها ريحت على بعضها وانضغطت فهتعمل مشكله. فبالنسبه لي انا عندي نوعين من العيوب، عيوب جسيمه وعيوب بسيطه. انواع العيوب بقى، تعال نفرق ما بين العيوب ونعرف ايه هي انواع العيوب اللي ممكن اقابلها سواء كانت في الخيوط او كانت في القماش. اول حاجه انواع العيوب، ممكن تكون عندي عيوب غزل في اتجاه السده او اللحمه، عيوب نسيج في اتجاه اللحمه، عيوب نسيج في اتجاه السده، عيوب نسيج في اتجاه السده واللحمه مع بعض. دي اول نوع من انواع العيوب. عند عيوب الغزل هنبدا ناخد كل عيب منهم ونبدا نفسره. عيوب الغزل ممكن تكون خطا نمره رفيعه، وانا بحط الخيوط بتاعتي كانت في نمره رفيعه حطيتها في وسط نمر سميكه، خطا نمره سميكه العكس بقى، المره دي جبت فتله سميكه وحطيتها في وسط خيوط رفيعه. بعد كده فتله مخلوطه، يعني ايه فتله مخلوطه؟ يعني ممكن تكون فتله في جزء سميكه وفي جزء رفيع، ده بالنسبة للفتلة المخلوطة. فتلة محلولة المبرومة على بعضها بس في حتت مش البرم بتاعها مش مظبوط، فبالتالي ده عيب. عقد وتراخي، تلقى الفتلة نفسها موجودة بس فيها بعض العقد، فيها بعض التراخي مش مظبوطة، يعني هي كفتلة بعد انتاجها انا مثلا حطيت عملية تطبيق مع بعض فكان في فتلة اطول من التانية، فبالتالي عاملين مشاكل في مرخية عن الفتلة الاصلية، فبالتالي بتعمل مشاكل اثناء عملية التنفيذ على على النول. فبرضه من ضمن العيوب الموجودة عندي في عيوب الغزل. تعالوا نشوف عيوب النسيج في اتجاه اللحمة، ايه هي العيوب دي؟ اول حاجة عندي دقات تقيلة، اختلاف لحمة طاق او قطع ووصل، لحمة مقوسة، ابياش، عقد لحمة، علامة مكوك. طب هنمسك واحد واحد منهم. أول حاجة دقات اللحمة، الدقات ديت عبارة عن إيه؟ أثناء عملية ضم اللحمة مفروض إن المشط بيبدأ يضم اللحمة في نقطة الدق المطلوبة. ساعات بيبقى فيه عطل عندي في جهاز الطي، فأثناء اللحمة ضم اللحمة السابقة ما حصلش طي، لما جيت أعمل اللحمة اللي بعدها ضمتها على اللحمة اللي قبلها وجهاز الطي برضو ساكن ما عملش اي حركة، فبالتالي ايه اللي حصل؟ حصل ضم اللحمتين فوق بعض فضغط اللحمتين دول فعمل لي مكان غريب في المنطقة دي، اللحمتين لازقين قوي في بعض، فبالتالي حتى عدد لحمات السنتي في المكان ده هتبقى زيادة. ده بالنسبة لايه؟ لدقات تقيلة. بعد كده اختلاف لحمة، انا بحط اللحمات بتاعتي فبالتالي حاطط لحمات من نمر معينة، فبالتالي حطيت نمرة غلط من النمر، نمرة سميكة أو نمرة رفيعة، حطيتها في وسط اللحمات فده يعمل لي مشكلة عندي في النسيج. بعد كده طاق أو وصل، طاق بمعناها إن في لحمة، أو إحنا بنتكلم عن اتجاه اللحمة، في لحمة نقصت مني وأنا شغال، اللحمة رقم واحد مرت، اللحمة رقم اتنين مرت، تلاتة مرتش والمكنة اتكملت شغلها، لحمة أربعة هي اللي بتمر دلوقتي، فأثناء عملية الضم لحمة أربعة وقفت في مكانها ما راحتش مكان ثلاثة. فأنا هنا مثلا لو عندي القماشة بالشكل ده كده، فبقول إن اللحمة واحد تم إمرارها، اتنين تم إمرارها، ثلاثة ما تمش إمرارها، فبالتالي المكان ده فاضي بالشكل ده. هنا هيبقى في عندي حاجة اسمها شرخ في القماشة، المكان ده ما فيهوش لحمة. ليه؟ لأن هي مفقودة، بالتالي اللحمة اللي بعدها مش هتتضم مكانها لأن هي ليها نقطة بتقف عندها أثناء عملية تقدم المشط للأمام. فده هيديني عيب بنسميه عيب الطاق، عشان أرجعه لازم أرجعه قبل ما أحدف حتفتين ثلاثة عليه. لو زادت عدد الحتفات في المكان ده صعب إن أنا أقطع كل اللحمات دي عشان أصلح الطاق اللي حصل ده، فبالتالي ده عيب جسيم صعب إن أنا أعالج بيه القماشة بتاعتي ويبوظ التوب بتاعي. بعد كده اللحم المقوصة، طبعا اللحمة بتبقى عاملة زي تخزين. بعد كده الأبياش، بعد كده عقد اللحمة، بعد كده علامات المكوك. بعد كده عندي عيوب النسيج في اتجاه السدة. عيوب النسيج في اتجاه السدة في عندي فيها خطأ لقي، خطأ تطريح، تفاليق،
نقص فتلة، تناهير. مجموعة العيوب اللي معانا دي اللي هي الخمسة دي عيوب مهمة جدا. الخطأ اللي وانا قلت كده بقول اولى تانية تالتة رابعة، وجيت بعد كده اولى تانية ونسيت التالتة ورحت حاطط في الرابعة، ده خطأ لقي. خطأ التطريح، حطيت تلاتة فتلة في الباب، ماشي تلاتة فتلة في الباب وجيت عند باب حطيت فتلتين، ده خطأ تطريح. ده بيعمل بقى تفاليق بسبب ابواب المشط او بسبب اخطاء التطريح. نقص فتلة، في فتلة مش موجودة المفروض تكون في المكان ده ومش موجودة، هتعمل شرخ بطول القماشة، هتعمل عيب جسيم في المكان ده. والتناهير طبعا اللي هي تشابك خيوط السلة مع بعضها بتعمل تقاطعات، فبتعمل تناهير وبتعمل برضو عملية قطع داخل أثناء عملية النسيج لو كانت في خلف الماكينة. هنا النهاردة احنا اتكلمنا عن عمليات الفحص والتحليل، يمكن خدنا فيها بعض الخبرات اللي تنفعنا في حياتنا العملية بالإضافة لدراستنا إن شاء الله. لكن طبعا على مدار العام طبعا هنبدأ ناخد الموضوعات الدراسية بشكل مفصل أكتر، وهنبقى عندنا فترة أو مساحة إن احنا نتكلم بشكل مفصل عن كل نقطة في منهجنا في جميع المواد التخصصية. طبعا يمكن على قد ما نقدر بنحاول نخلي كل مادة تخصصية عندنا في القناة، لكن المادة التخصصية اللي مش موجودة عندنا إن شاء الله هنحاول نوفرها بشكل أيا كان إن شاء الله، سواء على التلفزيون أو حتى بأي طريقة تانية مع قطاع التعليم الفني. لكن عشان تتابع الموضوعات بتاعتنا وكل اللي بيتم إذاعته على القناة هنا، عندنا في طريقتين. الطريقة الأولى على قناة اليوتيوب الخاصة بقطاع التعليم الفني، اسمها قناة مصر للتعليم الفني، قطاع التعليم الفني على يوتيوب، أو على منتديات قطاع التعليم الفني هتلاقي عليها كل الشروحات الخاصة للمواد الدراسية بتاعتك أيا كان تخصصك، أيا كان شعبتك، أيا كان الصف بتاعك. محتاجين نتابع المواقع دي طبعا، وهنلاقي حاجات على مدار العام الدراسي هتنفعنا. وفي النهاية طبعا احنا بنتمنى ان انتوا تتابعونا بشكل جيد، ويكلل طبعا تعبنا وتعبكم بنجاحكم في نهاية العام الدراسي. وفي النهاية طبعا بنتمنى لكم توفيق وإلى اللقاء.